من اللنج ديزيز ديفيوز أربعة وبقوا خمسة خلاص. ريتيكولار باتر خلصناه، الفيولار باتر لسه مش خلصنا، والجراوند جلاس خلصناه، وباقي الميلياري والسيستك. يعني احنا بقى لنا كام واحد دلوقتي؟ ثلاثة، بقى لنا ثلاثة ماشي؟ طيب نبتدي بقى إن شاء الرحمن بأول واحد فيهم اللي هو الاير سبيس فيلير. اير سبيس يعني كونسوليديشن، والكونسوليديشن يعني بطشة وجواها اير برونكوجرام. يعني ايه بطشة؟ يعني شلت الهواء من الالفيولاي ونزلت مكانه حاجة. ايه هي الحاجة اللي انت هتنزلها جوه الالفيولاي عشان تعمل كونسوليديشن؟ احنا اتفقنا لما تلاقي اير برونكوجرام يبقى دول التلاتة تشخيص. تقسم بالله العظيم ان this is pulmonary parenchymal disease alveolar pathology واسمه consolidation خلاص. والاير برونكوجرام بيتشاف في الاكس راي وبيتشاف في السي تي. والاير برونكوجرام ليه خمسة differential diagnosis. اول حاجة حطيت مية في الالفيولاي يبقى اسمه pulmonary edema، حطيت اكسوديت يبقى اسمه نمولي، حطيت بلاد يبقى اسمه هيموري، حطيت تيومر يبقى اسمه الفيولار سيل كارسينوم، حطيت بروتينز يبقى اسمه الفيولار بروتونيوز. طيب كل الكلام ده هو بيتشخص بالكلينيكال، الثلاثه الاولانيين بالكلينيكال والاخير بالايمجنج، وده هو معضله اللي هو الالفيولار سيل كارسينوما، محتاج فرق وحرق عشان تعرف تشخص. اما الثلاثه الاولانيين بالكلينيكال دول مش محتاجين حاجه. احنا قلنا ان في الايديما بتمر بمرحلتين، انترستيشال ايديما والالفيولار ايديما. والالفيولار ايديما بيكون في اوباستيز اللي هم بيسموها زي جناح الوطواط كده، باتس وين كونفجريشن، والهارت بيكون كبير والعيان نايم على سبع مخدات، ولو حطيت السماعه على صدره تسمع امواج البحر وبقليل و و والكلام ده كله. This is pulmonary alveolar edema. فلما تعمل شيست اكس راي تلاقي فيه اوباستي شمال اوباستي يمين، والهارت في النص كبير اللي هو ذا بودي اوف ذا وطواط، والدولة الجناح بتاع الوطواط. This is الاوباستيز دهيت عباره عن يا اما جراوند جلاس يا اما كونسوليديشن سيان، هما الاثنين نفس الحكايه. يبقى اذا لما تلاقي الهارت كبير وتلاقي اوباستيز على الناحيتين جراح الوطواط، يو دونت نيد ذا هيلب اوف سي تي، لان الكلينيكال واضح جدا جدا جدا، ما انتش محتاج تعمل سي تي عشان تشوف الالفيولار ايديما. الايديما بتكون سنترالي ديستريبيوتد وبتسبير البريفري اوف ذا لانج زيها زي بقيه الحاجات ما عدا النمول. اند ذس از الفيولار ايديما بيسموها ستيج 3 هارت فيلير. الستيج الاولاني اللي هو بالمونري فينوس هايبرتنشن اللي فيه الفيسلز دايليتد والابر لوب فيسلز ديستندد، دوت اسمه ستيج 1. ستيج 2 اللي هو فيه انترستيشال ايديما خطوط خطوط وبي كيرلس لاين مش عارف مين. ستيج 3 اللي هو فيه الفيولر اوبس. النمونيا، النمونيا بتتعرف بالهيستن زي ما قلت لك، الايديما والنمونيا والهيموريج بيتعرفوا بالهيستن. من هيستوري ايه؟ اكيوت اونست وفيفر وكحه وسبيوتم ومش عارف مين. وبعدين عندك areas of consolidation وفيها اير برونكوجرام. الحاجات ديت ممكن تكون يونيلاترال، ممكن تكون بايلاترال، بتتشاف بالاكس راي، بتتشاف بالسي تي، نفس الحكايه. يبقى الايديما والهيمورج والنمونيا خلاص. نيجي للهيمورج، ايه اللي يخلي اللنج تنزل؟ كذا حاجه، في حاجات داوت وميون، وفي حاجات كولاجين، وفي حاجات ايديوباثيك، وفي حاجات بلاد ديسكريزيز وحاجات زي كده. طيب ازاي اعرف ان دوت هيمورج؟ ما هم كلهم هيعملوا نفس المنظر، بطشتين كده حوالين الهارت. الهيمورج في الهيمورج الكلينيكال قد يحتوي، عشان بس ما حدش يهجم على الكلينيكال، قد يحتوي على هيموبتسيس وليس بالقطع. كل الناس اللي عندها لانج هيموريج بتكح دم خلاص، دي اول واحده. تاني حاجه ان الاوباستيز ار رابيدلي اكيوميليت نزيف اند ريجريسز برضو بطريقه مره. تالت حاجه الهارت مش كبير عشان تفصل دوت من الايه؟ من الايديما. والعيان مش سخن وما عندوش صديد والسبيوتم عشان تفصله من الايه؟ من النمونيا.
لكن لو كان عندك في الهيستوري ان في مرض من الامراض اللي بتنزل في سيستميك لوبس واجنر جرانيوماتوزس ما اعرفش مين، يبقى دوت از سبورتيف فايندنج بالنسبه لك. ده اللي بيقول ان الهيموريج بيجي بسرعه وبيروح بسرعه، بس مش اسرع من الاديمه. الاديمه ميه والميه بتكلير بسرعه، لكن الهيموريج بيكلير ببطء شويه صغيرين. طيب سيستميك لوبس واحد من الحاجات اللي بتنزل، البطش اللي فيه كل الالفيولر اوباستيز ما هياش بريفرال ما عدا النمونيا، كل الالفيولر اوباستيز بتسبير البريفري اوف ذا لانج، فتلاقي بطش 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 وفيها اير برونكوجرام سبيرنج ذا بريفري اوف ذا لانج. واحد عنده سيستميك لوبس يبقى هيمج. يا جماعه بتوع الاشعه، يعني ما ينفعش واحد عنده سيستميك لوبس يجيله نمونيا؟ طب ما ينفع خلاص، ايه المشكله؟ طب هعرفها ازاي؟ بالسيمتومز بتاعت النمونيا، سخن وبيكح بنقول. طب افرض هو بلا صح ولا سخن ولا بيكح ولا اي حاجه خالص، يبقى دوت الهيمرج بتاع السيستميك لوبس. ماشي، نفس الحكايه. اند ذس از عيان تاني عنده سيستميك لوبس، عيان عندها سيستميك لوبس وعندها ديسنيا وموبتسيز ولو هيموجلوبين ليفل، يبقى معنى كده ان البوتش اللي انت شايفها ديت بالذات وان هي مور سنترال وسبيرنج ذا بريفري اوف ذا لانج اند ذس از هيمرج. في الواجنر، الواجنر كل الناس عارفين الواجنر بيجي فيه نمونيا وبيجي فيه هيمرج، لكن لو جه فيه نمونيا بيبقى فيه سيمتومز اوف نمونيا، ولو جه فيه هيمرج ممكن يكون فيه سيمتومز بتاعت الايه؟ بتاعت الهيمرج. نيجي بقى للالفيولر سيل كارسينوما. شكرا. البرونكو الفيولر كارسينوما عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن تيومر سيلز نزلت في الليبيول او نزلت في الالفيولاي وعملت كور 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 كور، بعد شويه اتلموا كلهم على بعض وعملوا بوتشه اوف كونسوليديشن. من اصعب الحاجات موضوع التشخيص الالفيولار سيل كارسينوما، كلنا دايما بيتهيأ لنا ان هي نمونيا ونقعد ندي انتي بايوتكس مش عارف مين داز نوت ريسبوند. طيب من ضمن المانيفستيشنز بتاعت البرونكو الالفيولار كارسينوما موضوع البرونكوريا، انك تلاقي العيان بينزل فروسي سبوتم كده يشبه قوي بتاع الكارديوجينيك اديما، وقد يكون فيه موبتسيز وقد يكون فيه ويت لوس وقد يكون فيه كح. من احلى المناظر اللي انت ممكن تركن عليها قوي المنظر ده، انك انت تلاقي ماس وجواها اير برونكوجرام، او نوديول وجواها اير برونكوجرام. نوديول او ماس جواها اير برونكوجرام يعني ذيس از بالمونري بارينكيمال ديزيز الفيولر باثولوجي اسمه كونسوليديشن. الديفرنشال دايجنوزز بتاعه ثلاث حاجات، الراوند نمونيا وديت في الاطفال، وفي الكبار الليمفوما والالفيولر سيل كارسينوما. فالراوند نمونيا از رير في الادلتس، فلما بنلاقي كوره وجواها اير برونكوجرام دايما فكرنا يروح ناحيه الاثنين التانيين اللي هم الليمفوما والالفيولر سيل كارسينوما. لكن لو لقيت الكونسوليديشن فورم بوتشا زي النمونيا وتدي انتي بايوتكس مش راضيه تريسبوند، نفس الحكايه. او تلاقي مايكرو نوديولاريتي اللي هي البدايه الاصليه بتاعت الالفيولر سيل. الالفيولر سيل بيبتدي نوديولز صغيره جدا بعدين تتلم على بعض وبعدين تعمل كونسوليديشن. في ساين في السي تي اسمها كده، اسمها سي تي انجيوجرام ساين. يعني ايه؟ يعني لما تبص على الاوباستي تلاقي الفيسلز باينه جواها. فاكر انت زمان حاجه اسمها ريد هيباتايزيشن ومش عارف جري هيباتايزيشن، يعني اللنج بقت زي الليفر. فاللنج بقت زي الليفر، بتشوف الفيسلز كان دوت ليفر. معنى كده ان الكونسوليديشن عنيف او طمس الالفيولاي از نوت سبيسيفيك اوف الفيولار سيل كارسينوما، ولكن واحده من ضمن الساينز اللي هم بيقولوا عليها. لما تلاقي بطشه كده ومفيش هيستوري يبقى نمونيا زي ما احنا قلنا، خد انتي بايوتكس وراح وجه وبتاع ومفيش فايده. في الوقت دوت بناخد منها بايوبس، في الوقت ده قد تكون كريبتوجينيك، قد تكون ليمفوما، قد تكون الفيولار سيل كارسينوما. ودوت الديفرنشال دايجنوز. في فرق بين الالفيولار سيل وما بين اللان كانسر. اللان كانسر عنده انتمت هيستوري بالتدخين. اللان كانسر ما فيهوش اير برونكوجرام، خلي بالك البرونكوجينيك كارسينوما يا اما نوديول ليها سبيكيوليتد مارجن يا اما ماس.
بس ما فيهاش اير بورن كوليترا. اللان كانسر عنده ليمفادينوباثي وعنده انسيدنس اوف ميتاستاتيك ديزيز ما هياش كومن بالنسبه للالفيولار كارسينوما. الانفكشن عنده فيفر ولوكوسايتوزس وكاف وريسبوند تو ذا انتي بايوتكس. الليمفوما هي دي الوحيد اللي شابك في البرونكو الفيولار، ما تعرفش تفصلهم من بعض الا بالبايوبسي. الليمفوما بتعمل بوتشا نفس الحكايه وفيها اير برونكو جرام. لكن واحده بقى من الساينز في منتهى القوه وديت مش مكتوبه في الكتب، ان في الالفيولار سيل كارسينوما اصلها كان عباره عن نوديولز صغيره وبعدين اتلمت على بعض وعملت كونسوليديشن. فلو لقيت كونسوليديشن ونوديول، لو لقيت كونسوليديشن ونوديول تعرف ان النوديول دي هي اصل الكونسوليديشن، ومفيش حد تاني بيعمل كده الا الالفيولار سيل كارسينوما. زي المثال ده كده، انك انت تلاقي نوديولز مع الكونسوليديشن او في اللنج الناحيه الثانيه، فتعرف ان this is most likely an alveolar cell carcinoma. يبقى اذا لو عملت تشيست اكس راي هتشخص غالبا دوت نمونيات وبتاع، لو عملت سي تي ولقيت كونسوليديشن ومعاه نوديولز وديت علامه كويسه جدا في صالح الايه؟ الالفيولار سيل كارسينوما. And this is the difference between pneumonia اللي هي بريفيرلي ديستريبيوتد اير برونكوجرام ما عندهاش نوديولز واللنج الثانيه سليمه، والالفيولار سيل كارسينوما اللي هي مش بريفيرال ديستريبيوشن والاير برونكوجرام فيها مش واضح ومعاها نوديولز في نفس اللنج وفي اللنج الثانيه. This is one of the best signs في صالح الالفيولار سيل كارسينوما. نيجي بقى للبروتونيوزس. البروتونيوزس is a rare lung disease وده الايدج انسيدنس بتاعه من 20 ل 50، واللي بيحصل فيه عباره عن انترا الفيولر اكيوميليشن اوف لايبو بروتونيشيس ماتيريال، والسموكينج ليه علاقه جباره جدا بالالفيولر بروتونيوز. الالفيولر بروتونيوز هو الوحيد اللي بيتشخص من الايمجينج دون الحاجه للكلينيك، بس لازم يكون سي تي ما يكونش اكس راي، لانك انت في الاكس راي بتلاقي بس زي كلهم، زي الاديمه وزي الهيمرج وزي النمونيا وزي كلهم، لكن في السي تي بتلاقي منظر يونيك فعلا اللي هو اسمه ذا كريزي بيفنج ابيرنس. الالفيولار بروتينيوزس في منها ثلاث انواع، اوتو اميون ذا موست كومن وسكندري تو اذر ديزيزز، و2% بس منه از كونجينيتال فورم. لو عملت شيست اكس راي هتلاقي جناح الوطواط زيه زي التاني على طول، الفرق بس ان الهارت مش كبير. ادي كل اللي والعيان ما بيكحش ولا عنده فيفر ولا عنده دم ولا عنده حاجه، ما عندوش هيموبتيز يعني. لكن لما تعمل سي تي تلاقي هذا المنظر الكلاسيكي جدا اللي هو عامل زي عشه النحل، اللي هو انك تلاقي هيكساجونال اوباستيز اللي هي السكندري لوبيول الحرف بتاعه تخين جدا وجواه جراوند جلاس. الاثنين دولت مع بعض اللي هو ثيكنينج اوف ذا انتر لوبيولار سيبتا وجراوند جلاس اوباستيز، هم دولت اللي بيعملوا الكريزي بيبي. كلمه كريزي بيبنج يعني ايه؟ يعني الرصيف اللي هو فيه بلاط سليم وبلاط مخلوع، او الرصيف اللي فيه بلاط الوان، يعني البلاط كله مش شبه بعضيه. هي ديت اللي وايه علاقه الرصيف بدوت؟ ان اعتبر دولت بلاطات بلون والحته اللي هي نورمال لانج ديت بلاطات بايه؟ بلون تاني. في الاكس راي مش هتقدر تشوف في الكريزي بيف هتشخص اي حاجه، هتقول ان ديفيوز لانج ديزيز وفي ميلياري شادوز وانترستيشال اوباستيز بلون والكلام ده كله. لكن في السي تي هتشوف ذا تيبيكال ابييرنس اللي هو السداسيات اللي جواها جراوند جلاس بيف. مرة تانية في الاكس راي مش هتقدر توصل الى لوب التشخيص، لكن في السي تي whenever you see these appearances the hexagonal opacities where areas of the lung are spared and this is diagnostic. وطبعا في بعض الاحيان بيحتاجوا ان هم ياخدوا منها بايوبسي تو كونفيرم ذا دايجنوزس، والبايوبسي ما فيهاش اي مشكله من ان احنا نعملها. تعالى بقى للب القضيه اللي هو النوديولز. يبقى احنا خلصنا ثلاثة بقي ايه؟ اثنين اللي هما النوديول والسيست. النوديول مهم جدا فيها الديستريبيوشن، هي ديت اعوص حاجة في القضية الديستريبيوشن. ليه؟ لأن عندنا ثلاثة ديستريبيوشن،
عندنا واحد اسمه بيري لمفاتيك، يعني ماسك في الجدار بتاع اللوبيول وماسك في الفشل، وفي واحد اسمه سنتري لوبيولر يعني في وسط اللوبيول زي ما انت شايف كده، وفي واحد راندوم اللي هو بعزقه في كل مكان. كل واحد من دولت ليه ديفرنشال دايجنوز. امسك بقى ركز معايا شويه صغيرين، الله يهديك. الاول بص على الفشل عشان نحسم القضيه، يعني عشان نعرف دوت سنتري لوبيلر ولا بيري لمفاتيك ولا راندوم. بص على الفشل، لو لقيت على الفشل نوبيولز يبقى ده يبقى سنتري لوبيلر، خلاص. لو لقيت على الفشل نوبيولز يبقى سنتري لوبيلر يعني بيري لمفاتيك. البيري لمفاتيك ثلاث حاجات، السركويد والليمفانجايتس والنوموكونيوم او السيليكون. بس ازاي تفرق ما بين الثلاثه؟ واحد بيشتغل في المصانع والتاني عنده برايمري مالجنسي والتالت عنده ليمف نود، صح؟ حلو قوي. يبقى الحته ديت سهله قوي، بس انت تشوف النوديولز على الفيشر بس خلاص. طيب ما لقيتش نوديولز على الفيشر ولا البتاع، تبقى سنتري لوبيلر. سنتري لوبيلر قول زي ما انت عاوز، اي حاجه بتبتدي سنتري لوبيلر، مثلا الالفيولار سيل كارسينوما دلوقتي بتبتدي سنتري لوبيلر تلم على بعض وبعدين يعمل بعد كده اوباست. فمثلا هايبر سنسيتيفتي نومونايتس تعمل كده، الالفيولار سيل كارسينوما تعمل كده، النمونيات بتعمل، بعض النمونيات بتعمل سنتري لوبيلر. يبقى اذا السنتري لوبيلر ما هوش المحك بتاعنا، احنا المحك بتاعنا واحد من اثنين، يا اما يكون فيري لمفاتيك يا اما يكون راندوم يعني متبعزق كده. والراندوم التشخيص بتاعه سهل جدا سهل جدا. لو انت عندك الراندوم ده اقل من 3 مللي يعني نوديولز صفيفه جدا جدا، يبقى التي بي. التي بي خلاص التي بي. لو هي اكتر من 3 مللي ميتاستاسيز 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 لحد بكره. بس مفيش حاجه ثانيه. خلاص نبتدي. انت دلوقتي شفت الفيشر اهو، صح؟ والفيشر ده هو ثيكن وعليه نوديول، صح؟ يبقى بيري لمفاتيك. مين هم البيري لمفاتيك؟ الثلاثه، ساركويد، سيليكوزيس، ليمفانجايتس. في الليمفانجايتس عنده برايمري مالجنسي يبقى ليمفانجايتس، عنده مصانع ودست ومش عارف مين يبقى سيليكوز، ما عندوش دادا ولا دا يبقى ساركويد. اشهر واحد على الاطلاق بيتشخص كل يوم بيري لمفاتيك هو الساركويد، اشهر واحد اشهر واحد على الاطلاق. بص بقى، طبعا تقسيمه الساركويد بالعبيط في كل حته، انك انت جريد 1 وجريد 2 ومش عارف مين وكده. انا حطيت لك تقسيمتين مع بعض وانت اختار اللي يعجبك، اللي اريح منهم يعجبك. التقسيمه الاولانيه بتقول الساركويد فيه ليمف نودز فقط يبقى ستيج 1، خلاص. جه مع الليمف نودز خطوط او خطوط ونقط او نودز وخطوط ونقط يبقى ستيج 2، خلاص كده. طيب اللنج اتخربت على الاخر خالص يبقى ستيج 3، اللي هو زي اليوجوال انترستيشن نمونيا اللي هو اند ستيج لنج، تمام. في ناس ثانيه بقى قالت لا هو مش كده. الساركويد اربع حاجات اللي هم اللي عليهم الدوائر دول. واحد عنده ساركويدوزس بس ما عندوش حاجه في اللنج، دوت اسمه ستيج 0 10%. واحد عنده ساركويد وعنده ليمف نودز فقط، اشهر واحد على الاطلاق عنده ليمف نودز بس، ستيج 1. ستيج 2 عنده ليمف نودز وانترستيشال اوباستيز. ستيج 3 عنده ليمف نودز وانترستيشال اوباستيز ونوديولز. ستيج 4 اللنج اتخربت. انت براحتك نشوف التقسيمه اللي تعجبك ايه. انا اسهل حاجه في الدنيا، في ليمف نودز يبقى واحد، ليمف نودز ومعاها اي حاجه ثانيه يبقى اثنين، اللنج اتخربت يبقى ثلاثه. خلاص ارجع ماشي؟ طيب ازاي تعرف الليمف نودز في الشيست؟ بتلاقي الهايلم كبير، بس ده مش كفايه لان هايلم كبير ممكن يكون بيوتو فيسلز. تبص في اللاترال، اذا لقيت اوباستي سنترد تو ذا هايلم يبقى هي دي ليمف نود، ما لقيتش اوباستي سنترد تو ذا هايلم يبقى اللي انت شايفه هنا فيسلز.
خلاص. يبقى في اللاترال هو بيحسم القضيه شويه انك انت تفرق الليمف نودز من بعضها. ستيج 1 ساركويد اللي هو فيه ليمف نودز فقط بيسموها بوتيتو ليمف نودز زي البطاطساي، بتلاقي جوار جوار وفستون وما اعرفش مين وقد يكون جواها كالسيوم. This is stage 1. ستيج 2 ليمف نودز واي حاجه في اللنج، خطوط ماشي، نوديول ماشي، نوديول وخطوط ماشي، دوت اسمه ستيج ايه؟ ستيج 2. And this distribution يكاد يكون pathognomonic للايه؟ للسركول. ان في prominence of the hilum، طبعا محتاج mediastinal window عشان تشوف الليمف نود، ان تلاقي بقى نوديولز كتير، نوديولز من غير خطوط، نوديولز بالخطوط، كله ماشي. طيب ليمف نودز، الليمف نودز بتاعت السركويد ديسكريت يعني كل نوده بوحدها، هوموجينس يعني ما فيهاش بريك داون، مي كونتين كالسيوم. الليمف نودز بتاعت الليمفوما كوتال كوتال كلهم امالجاميتد مع بعض، اما بتوع السركويد ديسكريت هوموجينس ما فيهمش بريك داون، مي كونتين كالسيوم. هذه النودز مع الكعبله اللي انت شايفها في اللنج، اند ذيس از سركويد اند ذيس از اولسو سركويد. Prominence of the lymph nodes وفي reticular opacities وفي nodules، ولما تبرق شويه كده في النوديولز هتلاقي ليها plural distribution يعني عندها centrilobular distribution. السركويد في اخر خالص دمر اللنج، بقت end stage lung خلاص بقى، traction bronchiectasis honey combing ground glass اسمه ايه ده هوت؟ اسمه سركويد lung end stage lung. طالما ليه سبب ما اسموش انترست ايه، ما اسموش ايه؟ ايديوباثيك بلمونري بايبروس. النوموكونيوز واحد بيستنشق البارتكلز وكده، فالانهيليشن يوجوالي بيأفكت اللونج بيزس اكتر من الايه، والنوديولز بتبقى مور دنس عن النوديولز بتاعت اي حاجه ثانيه لانها فيها زلط ورمله وحاجات زي كده. في بعض الاحيان and this is just to compare، ديت النوديولز بتاعت السيليكوزيس ودي النوديولز بتاعت الميلياري تي بي. النوديولز بتاعت الميلياري تي بي بتبقى فيري سوفت، لكن النوديولز بتاعت السيليكوزيس والكول ماينر والجماعه دول بتبقى مور دنس. كمان واحده من المانيفستيشنز المهمه في السيليكوزيس موضوع البروجريسيف ماسيف فايبروس، ان النوديولز تتلم على بعض وتعمل كورتين كبار. الكورتين الكبار دولت مكانهم محدد جدا in the upper part of the chest جنب الميديستاين. Two big masses on either side of the mediastinum in the upper part of the chest يساوي progressive massive fibrosis. ولو برقت شويه في اللنج ممكن تلاقي ثلاث اربع نوديولز تايهين كده اللي هم ما تلموش على الكتله الاصليه اللي هي في الايه؟ يبقى and this is two big masses in the upper part of the chest with multiple pulmonary nodules and this is the CT scan. هتلاقي طبعا كالسيوم وزلط ورمله جوه النوديولز نفسها، هتلاقي ميدياستاينال ليمف نودز صغيرين كونتيننج كالسيوم، هتلاقي جوه اللنج كمان نوديولز ثانيه اللي هي بتتلم على النوديولز اللي وتعمل كتله. And this is progressive massive fibrosis. التلاتة اللي ليهم بيري ليمفاتيك ديستريبيوشن، الفانجايتس كارسينوماتوزا والسيليكوزس والسركويد. تيجي بقى قلت لك انا سنتري لوبيلر ما تدقش فيه قوي، سنتري لوبيلر يعني في وسط الليبيول، كل الحاجات بتعمله الليمونايتس والبيوراسيل كارسينوما واي نوع من الانفكشن والكلام ده كله. لكن عندنا نقطة مهمة اللي هو التري اون بود. تري اون بود يعني ايه؟ البرعم اللي هو شجره لسه بتطلع. التري ان بود يعتبر سنتيلوبيلر اوباستي، يعني يعتبر في وسط الليبيول، اوباستي زي الكره اللي احنا شفناها زي دي كده، زي دي. ولكنه هو التري ان بود عباره عن ايه؟ الريسبيراتوري برونكيول اتسدت بميه او صديد. يعني حصل لها اوبليتريشن. فلان الريسبيراتوري برونكيول ليها برانشات كده فبتبان زي البرعم، بتبان يعني كده اهو. طيب يبقى الريسبيراتوري برونكيول اتسدد بصديد او ميوكس، ده نفس الحكايه. التري ان بود في اي شيست سي تي يساوي ترانس برونكيال سبريد. اي حاجه بتسبريد عبر البرونكاي زي اشهر واحد طبعا على الاطلاق هو التي بي،
بيمشي في البرونكاي لحد لما يوصل لاخر واحده ويروح سددها ويعمل اللي هو البريمبر. بس معنى كده في الاف بقى الديزيز بتعمل كده زي البرونكونومونيا والسيستيك فايبروزيس والبرونكيكتس ومش عارف الالرجيك اسبريجونوزيس، كل الكلام دوت بيعمل كده. اذا كيف يمكن التفرقه بالكلينيك؟ بالكلينيك لما تلاقي ادي المنظر بتاع البريمبات وادي المنظر في الستين، تحس فعلا كده ان كان في براعم زي ديت لسه طالعه. بري امباد از وان اوف ذا بيكيولير مانيفستيشنز بتاعت التي بي، الاكتف تي بي كمان اللي هو بيسبريد عن طريق الترانس برونكي. لكن اندو برونكيال تي بي تيبيكال مايكوباكتيريوم بان برونك، في حاجات كتيره جدا بتعمل هذا البري امباد. كذلك في البرونكيكتس ممكن تلاقي بري امباد، ده برونكيكتاتيك تشينجز، وعلى البريفري هتلاقي كده كم وحدايه من الايه من البريومبات، ودوت انفكشوس برونكيولايتس وفي اكستنسيف بريومبات وبس. تعالى بقى للراندوم. احنا قلنا الراندوم لو كان اقل من 3 مللي يبقى تي بي، لو كان اكتر من 3 مللي متاستاز. ده مكتوب كده في الليترشر انك انت لو كان اقل من 3 مللي يبقى تي بي وينفع يكون متاستاز، ينفع يكون ميتاستاسيس لو في برايمري مالجنسي طبعا تشخص مينيري ميتاستاسيس. لكن لو كان اكتر من 3 مللي مفيش ديفرنشيت، هو ميتاستاسيس يعني ميتاستاسيس من انطلاقا من القاعده اللي بتقول كور 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 يبقى ميتاستاسيس. طيب المينيري تي بي يا اما برايمري انفكشن يا اما بوست برايمري انفكشن، البروجنوزس بتاعه اكوردنج للليترشر اسوأ بكتير من التي بي العادي. Hematogenous dissemination, innumerable fine nodules scattered throughout the lung. كل الناس بتقول اول ما تلاقي ميلياري شادوز في اللنج وانت مش عارف حاجه خالص عن العيان تفكر في الميلياري تي بي لان هو the most common. لكن لما نبتدي بقى نفستيجيت العيان ونلاقي برايمري مالجنسي او نلاقي نبتدي نشوف ايه الموضوع. لان ميلياري تي بي is one of only a few causes of miliary opacities in the chest radiogram. يعني يقول لك الاوباسيتس تعمل ميلياري مش كتار قوي، اللي هم التي بي والنوموكونيوزيس والحاجات اللي زي كده، ان هو واحد من اشهر الحاجات اللي بتعمل ميلياري شادوز. You can see the miliary shadows in the chest x-ray لكن ممكن تشوفهم بطريقه اوضح through the واضح طبعا ان دوت راندوم ديستريبيوشن ملوش دعوه لا بالفيشر ولا بالليمفاتيك ولا الكلام ده. لو كان العيان عنده ايدز يعني اميون كومبرومايزد فالميلياري شادوز بتبقى مجعلصه شويه، يعني بدل ما تكون قد راس الدبوس تكون قد راس المسمار مثلا يعني. And this is miliary to be in a patient with AIDS. نيجي بقى راندوم، شايف راندوم يعني في كل حته كده، اكتر من 3 مللي متاستاز. ثايرويد مالجنسي اكتر واحد في المالجنسز بيعمل ميلياري متاستاز هو الثايرويد. الثايرويد مشهور قوي بالميلياري ديبوزيتس. فده عيانه عندها بابيلاري ثايرويد كارسينوما عندها ميلياري شادوز ان ذا تشيست ودوت السي تي بتاعها عندك ميلياري شادوز راندوملي ديستريبيوتد يساوي متاستاتيك ديبوزيتس. بعدين خلصنا بقى بينا الاخر واحد اللي هو سيستيك باتي. هل حجم لو الحجم اكبر من 3 مللي خالص بقى ميلياري؟ لا ما لسه قايل لو كان العيان اميون كومبرومايز ممكن يبقى اكتر. لو اميون كومبتنت لا هو طبعا مش قران كريم. لا لا برضه مش قران كريم يعني كل الحاجات قائمه. لكن الليترشر بتقول كده انما لو كان اقل من 3 مللي ان ثينك اوف تي بي، لو كان اكتر من 3 مللي ثينك اوف ميتاس. نيجي بقى للسيستيك باتر. اول معلومه في السيستيك باتر انه ما بيتشافش في الاكس راي. ليه؟ لان دي كور مليانه هواء وانت مش هتشوف هواء على هواء، انت هتشوف الجدار بتاع الكوره. فلما تشوف جدار الكوره يتهيأ لك ان في انترستيشال اوباستس. فتشخص دوت انترستيشال لانج ديزيز من بتوع زمان. لكن لما تعمل بقى بعد كده سي تي تلاقي لا ان في كور 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 موجوده جوه اللنج فتعرف ان هو دوت السيستيك باتر. ايه هو الديفرنشال دياجنوزس؟ السته دول الهيستيوسايتوزيس اكس والانفيزيما والبرونكيكسس والتيوبرس والليمفانجيولايوميوماتوزيس والليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا. نمسك الاول اللانجر هاج اللي هو الهيستيوسايتوزيس.
الليستيوسايتوزيس معظم بتوع الامراض الصدريه مصرين انه ما ينفعش يتشخص من غير تدخين. They insist على هذه المعلومه وانا سمعتها من اكثر من حد، ما ينفعش يتشخص الليستيوسايتوزيس من غير تدخين. طيب والديزيز ده الايدز انسنس بتاعه، وان هو دايما بيكون في الابر والميدل لوبس، ملوش دعوه بالحته اللي تحت عشان تفرقوا من اللي جايين بعد كده. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انفلتريشن بالهيستيوسايتس اوف ذا لانج بارينكيما. الانفلتريشن دوت بيؤدي الى الفورميشن اوف نوديولز، والنوديولز بعد كده تتلم مع بعض وتكافيتيت بالظبط زي الواجنر. الواجنر الاول يبتدي بنوديولز وبعدين يتلم على بعض وبعدين يكافيتيت. فممكن العيان يتشاف في المرحله ديت يكون عنده cavities اللي هم cystic changes in the lung، ويكون عنده nodules مثلا scattered كده throughout the lung brain. بعد شويه النوديولز يحصل الوول بتاعها يبقى thin، وبعد شويه الوول بتاعها يبقى thin، بعد كده تتحد مع بعضها وتخرب اللنج كلها وتنتهي في الاخر خالص ب fibrosis و emphysema air trap، وواحد من السيستات دولت يربشر فيعمل pneumothorax. الهيستيوسايتوزس المنظر دوت يعني مش عاوز اقول كلاسيكي قوي، بس هو واحد من الحاجات المعتد بيها، ان السيس اولا سايزبل يعني في حدود السنتي او اكتر، الجدار بتاعها واضح وبتسيب حتت فاضيه في اللنج وما بتجيش في الحتت اللي تحت عشان لسه في حاجات بتعمل العكس، وان اي واحد من السيستات دولت يكون قريب من البلورا ينفجر يعمل نوموثوركس. And this is يكاد يكون وليس بالقطع يعني impressive of Langerhans cell histiocytosis. في الشيست اكس راي مش هتقدر تشوف السيستات، لكن في السي تي هتقدر تشوف السيستيك تشينجز ان ذا لانج سبريدنج، وشايف طبعا الحته اللي تحت از نوت الى حد ما افكتد. And this is the axial image، وطبعا في زي ما انتم شايفين سيرجيكال انفيزيما وكده، وفي الاخر خالص بتتدمر اللانج. اللنج السيستات بتتحد مع بعض وتعمل كتل كبيره، وتبقى ما تعرفش تفرقها قوي من الامفيزيما، بتلاقي كده زي بولي كده ضخمه جدا، بس انت من الهيستوري بتاع العيان ومن الافلام القديمه والكلام كله بتعرف ان هو كان كده. يبقى باي ديزيز بروجريشن العيان بيديفلوب بيزار شيبد سيست، سكندري بالمونري هايبرتنشن، اير ترابنج، لكن ما فيش افيوجن وما فيش ليمفاتينوبثي. في المانجمنت اول حاجه تبطل السجاير اول حاجه، وفي كورتيكوسترويدز، وفي من 10 ل 20% بيديفلوب رابيدلي بروجريسيف كورس يؤدي الى تدمير اللنج بالكامل، نوموثوراكس، بروجريسيف ريسبيراتوري فيلير. اند ذس از نوموثوراكس طبعا من الاحلام. نيجي للليمفانجيو، والليمفانجيو زي ما اكيد حضراتكم عارفين بيأفكت فئه معينه من البشر اللي هم الستات في التشايلد بيرنج بيريد، وهو عباره عن بروليفريشن اوف ابنورمال سموز ماسل بتؤدي الى اوكلوجن للفيسلز والليمفاتكس والاير ويز. فلما يحصل اوكلوجن يحصل اير تراب ويبتدي يتكون جوه اللنج سيستيك تشينج. الديزيز دوت ممكن يحصل لوحده ويحصل مع الناس اللي عندها تيوبرس سكليروز، هو الليمفانجيو بس في حد عنده تيوبرس سكليروز. وطبعا الستات اكتر حاجه، ومش اكتر حاجه، هو يكاد يكون كونفايند ليهم، والانسيدنس واحد كل 400,000. في الاكس راي مش هتشوف حاجه، السيستيك تشينجز كلها ما بتتشافش في الاكس راي الا البرونكيكسس بس هو الوحيد اللي بيتشاف في الاكس راي. اما هنا هتحس ان في انترستيشن اوباسيس، تحس ان في نوديولز، تعمل بقى سي تي للوضع دوت تبتدي تشوف الايه السيستيك تشينجز. السيستيك تشينجز هنا نمرة واحد افكتنج ذا هول لونج، نمرة اثنين اصغر من بتاعة الهيستيوسايتوز، نمرة ثلاثة الجدار ارفع، نمرة اربعة مفيش نوديولز، نمرة خمسة انفولف ذا كوست اوف رينيك انجل، وديت علامة قوية جدا بالاضافة انها واحدة ست ومش عارف ايه الكلام ده كله، لكن انفولفينج اوف ذا كوست اوف رينيك انجل از وان اوف ذا مانيفستيشنز اوف ذيس ديزيز، اللي هي ملهاش دعوه بالهيستيوسايتوز. Then you see many cysts affecting most of the lung parenchyma, thin wall, relatively smaller in size.
and this is 36 سنه, and you see the cystic changes in the lung. اي ربشر من السيستات ديت يؤدي الى نوموثوراكس, وطبعا فيها ليمفاتيك اليمنت فممكن يعمل كايلوثوراكس زي ما اكيد كلكم عارفين. في بعض الاحيان ديت واحده من السبورتيف فايندنجز, انك لما السي تي اوف ذا تشيست دايما بياخد الحته اللي في الابر ابدومين, فلو وصلت لحد الكدني ولقيت في الكدني فات كونتيننج ماسز يعني انجيومايلايبوما, ذيس از وان اوف ذا supportive diagnostic criteria. Renal angiomyeloboma, splenic cyst, chylous ascites, lymphangiomyomas جوه جوه البريتونيال كافيتي, uterine fibroids associated معاه في بعض الاحيان, و abdominal lymphadenopathy. If the differential بتاع اللام هو الهيستيوسايتوزيس والليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا. لسه قايلين دلوقتي ان الهيستيوسايتوزس السيست اكبر, الجدار بتاعه ادخن, بيسيب حتت فاضيه من اللنج, عنده نوديولز ما بيجيش في الكوستوفرينيك انجل, لكن الثاني بيعمل عكس دول, وفي الستات بس وما ملوش دعوه بالهيستيوسايتوزس ستات ورجاله نفس الحكايه. اما الليمفوسيتيك انترستيشن ما ينفعش تكون موجوده لما يكون العيان عنده اميون كومبرومايز, يكون عنده اوتو اميون ديزيز, واحد من الحاجات المشهوره اللي هو الشوجر مثلا, يعني ما تعرفش تشخصه الا كده. الانفيزيما دي لعبه الجميع بقى, الانفيزيما هايبر انفليتد تشيست لوف لا دايفرام روبيتش وبهار مش عارف الكلام ده كله. طبعا اي حد انفيزيمتس مش محتاج في الاكس راي علامات ولا قياسات ولا اي حاجه, لكن في بعض القياسات يقول لك قيس الريتروسترنال سبيس. بتقيسه ازاي؟ من اول الانتيرير وول اوف ذا اسندنج اورتا لحد الباك اوف ذا سترن, المفروض ان هو يكون اقل من 2.5 سم. بتقيس الديافرام القبه, تعمل كده وتسقط عمود وتشوف ارتفاع الديافرام المفروض يكون اكتر من 1.5 سم, لو كان متبطط عن كده اللي هو بيسموه لو فلات ديافرام والكلام ده كله. طيب كذلك لو اخدت شيست اكس راي الديافرام بينزل عند الريب رقم 10, لكن في الانفيزيمتس من غير ما تقول له خد نفس اصلا بيكون الريب عند الديافرام عند الريب رقم 11. في الانفيزيما عندنا ثلاث انواع, واحد اسمه باراسيبتال يعني كور 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 تحت البلورا, واحد اسمه سنتري لوبيولر يعني كور 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 في وسط اللنج, والتاني الاثنين مع بعض باراسيبتال وسنتري لوبيولر بيسموه بان اساينر. الباراسيبتال ما عندوش مشكله انك انت ما فيش حد تاني عمل الحركه ديت في كل الهمبليس اللي احنا قلناها قبل كده, انك انت تلاقي كور 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 مليانه هواء تحت البلورا. And this is emphysema. اما ده هو في مشكله من في كدير جدا اللي احنا قلناه بيعمل كور مليانه هواء جوه اللنج, صح كده؟ طيب نمره واحد من اسهل الحاجات اللي بتشخص الانفيزيما سنتري لوبيلر ان يكون في باراسيبت, يعني لما تلاقي كور جوه اللنج وتلاقي كور على البريفري تعرف ان الاثنين قرايب بعض, فتعرف ان دوت ايه انفيزيما. دي من النقط المهمه. وطبعا اللي محوط الهارت ده يعتبر برضه باراسيبتال لان البلورا ليها ميدياستاينال سيرفيس وكده, عشان بس نبقى واخدين بالنا. طيب الاثنين اللي احنا قلناهم قبل كده كان السيست ليه جدار, صح؟ اللانجرهان والليمفانجيو السيست ليه جدار, الانفيزيما السيست ما عندوش جدار اللي هو السنتري لوبيلر انفيزيما, يعني يو كان نوت سي ذا سيست وول. خلاص الانفيزيما ملهاش دعوه رجاله ستات, يعني تيجي كده وتيجي كده. طيب زي كده شايف طبعا الكور ديت, and you cannot see the wall of the cyst. This is one of the important signs بتاعت السنتري لوبيلر انفيزيما. لما الانفيزيماتس بولا تستفحل بيسموها بولس انفيزيما, بس في ناس بتقول بولس شيست غير بولس انفيزيما. بغض النظر مش عايزين نكلكع الدنيا, بس بولس انفيزيما يعني كتل كتل انفيزيما تسبولي بس كبار. طيب التيوبرس سكليروزس ده ديزيز عباره عن ثلاث حاجات, منتال ريتارديشن وبعدين كوتينيوس سويلنجز اللي هي التيوبرز وبعدين انتراكرينيال كالسيفيكيشن. وهذا التيوبرس سكليروزس عنده انجيومايلايبوما في الكدني وعنده تشينجز زي اللام بالظبط اللي هو زي الليمفانجيولايوميوماتوز. بس اذا العيان ده هوت عنده ال هنا هوت مفيش بريدليكشن لستات ولا رجاله, وعنده كوتينيوس سويلنجز الست اللي هي عندها لام ما عندهاش الموضوع دوت, يبقى هنا
عيان عنده تيوبرس كلينيكالي معروف، عنده كوتينيوس تيوبرز، عنده منتال ريتارديشن، عمل سنسيتي برين ليد كالسيوم، وعنده سيستيك تشينجز ان ذا لانج، تبقى اللانج بتاعت التيوبرز. لقيت كمان معاه انجيو ماي لايبوما، والانجيو ماي لايبوما معتبر جزء من التيوبرس سكليروزس، then you know that this is tuberous. ده بقى اللي هو على بعضيه كله مع بعضيه. Cystic changes in the lung, angiomyolipoma in both kidneys, and calcium in the brain. الكالسيوم بيبقى لازق قوي في الفنتركلز، بيسموه سب ابندايمال كالسيفيكيشن. نفس الحكايه هنا، ان يو سي cystic changes in the lung and you see angiomyolipoma، تعرف ان ده هو ايه؟ tuberous sclerosis. ايه البرونكيكتس؟ البرونكيكسس في منها انواع، في تيوبلر وفي سيستيك. السيستيك هو الوحيد اللي بيتشاف في البلين اكس راي، فبتلاقي البرونكاي دايليتد وفيها اير فلويد ليفلز، علشان اللي بتبقى سكندري انفكشن ديو تو ستاجنيشن. فده سهل قوي المنظر دوت من الاكس راي انك تقول دوت برونكيكسس، لكن ما يمنعش لو انت عملت سي تي اطلع لك بقى 200 ساين في البرونكيكسس، يقول لك ترام تراك سيجنت رينج سترينج بير، زي ما انت عاوز. كل بتوع الاشعه يا جماعه ايام زمان كنا فاضيين، ولا سي تي ولا ام ار ولا كل البلاوي اللي موجوده دلوقتي. فانت قصادك فيلم اكس راي وعمال تفنن بقى، شايف زي السبحه، شوف زي القطر، شوف ديل الحدايه، شوف منقار الكتكوت، شوف كده على طول. فانت فين السترينج اوف بيرز دوت ساين او كور 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 مثلا يعني؟ طيب فين الترام تراك ساين؟ خطوط 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 خطوط. طيب فين السيجنت رينج ساين؟ ادي الخاتم وادي الفص، ادي الخاتم وادي الفص، ادي الخاتم وادي الفص. جبنا الشبكه بس. فالموضوع مش محتاج كل هذه الفزلكه. برونكيكسس هو برونكيكسس. And this is cystic bronchiectasis. دولت الحاجات المشهوره قوي بتعمل cystic bronchiectasis اللي هي ترانكيو برونكوميجالي والcystic fibrosis. اللي هي multiple air fluid levels dilated bronchi. بيقول لك من الحاجات اللي بتساعدك في تشخيص البرونكيكسس cystic انك تلاقي tubular bronchiectasis في الوسط. يعني تلاقي برونكاس كده زي الماسوره ماشيه في وسط السيستات ديت، فتعرف ان دول كلهم cystic bronchiectasis. الديستريبيوشن اوف برونكيكسس، في الابر لوب سيستيك فايبروزس تي بي، في الميدل بارت اوف ذا لانج السيستيك فايبروزس والالرجيك برونكو بالموراري اسبرينجلوزس والكونجنتال تراكيو برونكيوميجلي. لور اللي هي تشايلد وود انفكشن، هي مشهوره قوي في الاطفال، نيزل برونكيكسس وسكندري تو اسبيريشن وسكندري تو اميونو ديفيشنس. اند ذس از سيستيك برونكيكسس. And you see the cystic changes along the bronchial tree. وفي الوسط كده تلاقي واحدة tubular، فتعرف إن كل دولت إيه؟ تبع البرونكيكسس. ولو حيران قوي تعمل reconstruction للصور، فتلاقي الخطوط ماشية على مسار البرونكاي، فتعرف كويس قوي إنك أنت you are dealing with إيه؟ cystic. آخر حاجة، آخر حاجة في الموضوع lymphocytic interstitial pneumonia. الليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا اللي بناين ليمفوبروليفيرال ديس اوردر، الاتش انسيدنس بتاعه كده مشهور جدا في الناس اللي هم الاميون كومبرومايز، ايدز، شوجرون، اي حاجه لازم تكون عارف المعلومه ديت عشان تشخص ليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا. طيب ايه اللي انت هتشوفه؟ كور 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 في اللنج. العيان اتش اي بي بوزيتيف، او عنده اشهر واحد هو على فكره بيعمل كده الشوجرون. الشوجرون از ان اوتو اميون ديزيز بيأفكت السليفري جلانس واللاكريمال جلانس والحتت ديت، عشان كده يقول لك 20% من الناس اللي عندهم ليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا يكون السليفري جلانس بتاعتهم قد كده، واحده من المانيفستيشنز بتاعت الليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا. طيب هتلاقي ايه؟ كل حاجه في الدنيا، جراوند جلاس، كل اللي احنا قلناه من ساعتين موجود، بس معاه كمان ايه؟ سيستيك تشينز. معاه حد هيقول لك بقى مش انت قلت ان الجينوفيشي فيها سيستيك تشينجز صح؟ وشخصناها ساعتها انه سيستيك جينوفيشي. طيب ما هو دوت ايدز وعنده سيستيك تشينجز اهيت كده، واحنا عاوزين نقول عليه ليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا. ايه رايك بقى؟ تعمل ايه؟ تشخص فين فيهم يعني؟ هو خلصت القضيه كده، واحد عنده ايدز
وعنده جراوند جلاس ونوديول وسيست وبتاع، تشخص جيروفيسي ولا ليمفوسيتك؟ ولا تفرق، ولا تفرق. قول اللي في مزاجك يعني. ده تريتمنت از ذا سيم، كورتيكوسترويد على انتي بايوتيك على مش عارف مين على مين. ما انت مش همك دلوقتي تعرف مين دوت. امتى يهمك تعرف مين دوت؟ لما يكون حد غير الايدز، لما يكون حد تاني غير، لو حد تاني غير الايدز خلاص انت عرفت ان ديت ليمفوسيتك انت، لان الجيروفيشي مخصوص بس في الناس اللي هم اللي عندهم ايدز. لان اي سيستيك ديزيز في الدنيا از نوت سين ان ذا اكس راي، لكن لما تعمل سي تي وتلاقي كور كور كور، وتعرف ان العيان عنده شجرون او عنده اي حاجه اوتوبيون تانيه، شموتو وثايرودايتس معرفش مين مين مين، فتعرف ان ده هو ليمفوسيتك انترستيشيال نمونيا. الديفرنشال بتاعه اول واحد طبعا الجيروفيشي، ودوت اكتر واحد ما تعرفش تشخصه من الاثنين، تفصل الاثنين مع بعض، لان الاثنين اوتو اميون وهما الاثنين اميون كومبرومايز، وهما الاثنين فيهم سيستات، ما تعرفش تفصل الاثنين من بعض. لكن الليمفانجيو سهل، ان دي ست وما عندهاش اي اوتو اميون وسنها صغير والسيست عند كوستوفرينك مش عارف مين. واللانجرهان سيل واحد مدخن، لازم واحد مدخن وتحط عليه السيست بيزار شيب ثيك وول. والسلام عليكم.